وانا رفيق بكل شيء ويستني معناها حتى شيء ما يتخبى. معناتها هو ريت نوفل هو تقابلنا احنا في افريكا كاسات من وانا جيت من اللي جيت من مصر وقال لي لحنك صوتك عجبني بعد ما غنيت بير ماتر قبل ما ينجح بها. هو كلمني في التليفون قال لي انا متغشش منك شكون معايا، قال لي الدلاجه، قلت له علاه متغش، قال لي خذيت لي غنيتي نجحت لي بغنيتي فكت لي غنيتي، قلت له خويا والله سامحني ما نعرفكش انا راو سمعتها بصوت واحد اسمه سليم حزيمي هكا معنى هو من قبل ما ضربت معاها ماخذ مني موقف يعني تعد حاتها في مخه الحكايه. وانا صدقني نفرح لاي فنان ينجح، نفرح على الاخر. وانا بس تعرفه وبيرباتر هاو نسمع برشا عباد يقولوا غنيناها وشين مشكلة معناها هذا هو. معناتها هو اشتري لك عركة مش انت؟ اي انا تعاملت معاه دوسمون. هو شنو دوسمون تخت الحلال؟ ما هو خاطر فاض بيا خاطر فاض بيا خاطر شنعمل له يعني كان مش دوسمون تعطيه دماغ؟ لا ما نعطيش الدماغ لا ما نمسكش. هو رو انك سايبت غشك في الحلاب هي في علم النفس معناتها تسمى تصعيد. كي عملت هالفازة ذيك وعملها دليل ما تعاطفوش معاك من الساحة الفنية. علاش يا اخي ما عندكش اصحاب في الساحة الفنية؟ والله مش طالبة منهم باش يتعاطفوا معايا، اللي باهم معايا مرحبا بيه واللي خايب زاد ربي يجازيه، واللي ما واللي ما يحسنيش هو حر سبحان الله. مش نغصب على الناس، انا ما انا ما نحبش نجمل روحي قدام الناس ونعمل فيها بطل. وين اللي فما فما ولا